فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعض النساء الآن يصبغن أطراف الحواجب بلون كلون الجلد، فما الحكم؟ هذا من العبث بالحواجب، ولا يجوز، لا يجوز العبث بالحواجب، لا بتشقير ولا بقص أو نتف أو حلق، هذا النمص، لا يجوز العبث بالحواجب. هذا من المشكل، أن النساء تعبث بالحواجب والرجال يعبثون باللحى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك، نهى النساء عن العبث بالحواجب ونهى الرجال عن العبث باللحى، فالشيطان يزين لهم هذا ويحثهم على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. الله يهدينا وإياهم. نعم، أحسن الله إليك.